حتى هو تيقولوا له اسكت حيد التليفون ما تهضرش مع اللي معاك اش غيدوز كاع و 40 سنه ديال القتال في المصالح اش غتعطيه كاع غتنقلو من السلم 10 السلم 11 هذه راها مهزله تطبيق البيان رقم 4 للحركه الممرضين وتقنيين الصحه بالمغرب وتفعيلا للخطوه النضاليه لانزال امام الوزاره يوم 17 يناير 2024 من خلال المطلبين الانصاف بالتعويض على الاخطار المهنيه وتحسين شروط التعليقيه. كيف يعقل ان فئات نفس الوزاره كتستافد من بريم دو ريسك اللي هو الاخطار المهنيه على شكل متزايف كيبدا ب 2400 درهم وكيسالي ب 2500 الممرض الاكثر تعرضا حسب المنظمه العالميه للصحه اللي كيقدم 80% من العلاجات الصحيه كيتقاضى 1400 ثابته كتبقى معاه طول المسار المهني ديالو حسن شروط الترقيه على 6 سنوات عاد كندوزو مباراه الاجتياز المهني بينما فئات اخرى على 4 سنوات زائد الكوطه اللي حنا 14% الفئات الاخرى 100% ما يمكنش الممرض اللي هو عمود الفقري ديال وزاره الصحه يتم الاهانه ديالو البارحه في الحوار مع وزاره الصحه بالزياده ديال 800 درهم لا يمكن ان نقبل احنا كممرضين وتقنيين الصحه بالمغرب الا ان الساحه بيننا والممرض سيناضل والحركه الممرضين هي لكل الممرضين وتقنيين الصحه في المغرب تعالوا ناضلوا نحن هنا في المغرب وتحيه نضاليه. احنا جينا من انحاء المغرب كممرضين اعداديين جينا من طنجه للكويره علاش باش كنطالبوا بواحد ترقيه استثنائيه باثار رجعي من 2017 للمزاولين والمتقاعدين وكنطالبوا بواحد التعديل ديال المرسوم ديال 1993 لان احنا الممرضين الاعداديين تقصينا فاذا به جينا نطالبوا بهاد جوج ديال المطالب ولكن بالاخص ترقيه استثنائيه باثر رجعي من 2017 للمزاولين والمتقاعدين لان الممرض الاعدادي هو ذاك الممرض اللي حط القطار فوق السكه الممرض الاعدادي هو اللي كان خدام من السبعينات الى حد الان فاذا به لقينا انفسنا مقصيين من 1993 و2006 و2011 و2022 تقصينا وتهمشنا رغم ان هذا الممرض كان انذاك ما كانوش مدارس عليا للتمريض كان الممرض هو الممرض هو رجل امن هو الطبيب هو كل شيء هو مولده حنا كنا كنديروا كل شيء فاذا به تقصينا وحنا كنطالبوا من وزير الصحه ينصف هذه الفئه المهمشه وحاشا لله مهمشه عند الله ولكن بغينا هذا الممرض الاعدادي ياخذ هذه الترقيه الاستثنائيه باثر رجعي لان الممرض الاعدادي كان اللي خرج التقاعد وكان اللي قابل على قريب باش يخرج التقاعد فاذا به خصو يتصنف وياخذ هذه الترقيه هذه على الاقل اليوم الحمد لله كنشاركوا كان في وقفه اللي نعتبروها ان شاء الله ما هذه هي الله البدايه مازال الخير القدام وان المطالب انها مشروعه 100% هي تتختصر في جوج ديال المطلبين المطلب الاول وهو تحسين شروط الترقي والمطلب الثاني وهو حق مشروع لكل ممرض مغربي الانصاف التعويض عن الاخطار المهنيه ونحن اصحاب حق واصحاب الحق دائما منتصرون.